نحن نطالب المجتمع الدولي والقيادة التحالف العربي جميعا على حل هذا ما حل باليمنيين. طبعاً أنا أسكن هنا في هذه المنطقة، وأيام الحرب لما أقول حوثيين كان في قناص فوق هذاك الجبل وكان الوضع خطير جداً. بميتين. طيب خلاص. وحالياً نشوف إن الأمن بعدن أو بالمحافظات الأخرى يعني نسبياً مش 100%، حاجة يعني نسبياً بيكون للأفضل إن شاء الله. مثلاً في هذه المنطقة اللي فيها الفندق، أوكي، الوضع كويس من يوم فتحنا لحد اليوم ما فيش أي مشكلة. حالياً في رحلة زيادة ما ردينا من دوريه من مهنة الحمد لله، لكن ما تبيت من اللي كمل صواريخ تك دق 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 هدينا نوار المرضى اللي بيعدي تحن طب الله تطفت الحالة ويطفيها ربي ونقر ونخلص لن نسمع كجاب ولا أدنى